جرى اتصال هاتفي يوم أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه المباركه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الرخاء والتقدم والرفعه وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات